التحليل انا برحب بكل السادة الاعلاميين الصحفيين العاملين برحب طبعا ببيتي بنك الطعام هي من اهم مؤسسات المجتمع المدني هو بنك الطعام المصري وزي ما استاذ محسن قال ده مش اول تعاون كان في السنه الاولى من كورونا السنه اللي فاتت يعني كان في العماله المؤقته عملنا مبادره مع بعض واشتغلنا فيها وكانت مبادره ناجحه جدا جدا الحقيقه النهارده احنا بنوقع زي ما استاذ محسن قال 200,000 اسره يعني مليون مصري تقريبا بس هو تحديدا في القرى الاقصى احتياجا والقرى الاقصى احتياجا انا ليا بقالي يمكن اكتر من 6 سنين شغال فيها وعارف قد ايه القرى دي محتاجانا محتاجه كل مصري يروح يساعد ويروح يقدم خدمه لان الناس دي يمكن بقالهم 70-80-90 سنة قرى محدش بيهتم عشان كده انا بحب اوجه كل التحيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان مشروع تطوير القرى الاقتصاديه. مصر عملت من 2014 ل 2021 مشروعات عظيمه كبيره جدا 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 في مجالات التنميه والطرق والسكه الحديديه وكل حاجه يعني مش عايز انسى حاجه الزراعه الصناعه كل حاجه ولكن ودي كلها مشروعات عظيمه. انا بشوف المشروع الاعظم في الفتره دي هو مشروع تطوير القرى الاقصى احتياجا لانه لسه 50 مليون مواطن 50 مليون مواطن محتاجين كل الدعم من الدوله مننا من الجمعيات الخيريه من المجتمع المدني من القطاع الخاص فانا يعني عايز اقول ان انا بتشرف ان انا ممكن عندي مع بنك الطعام حاجه تساعد القرى دي. تاني بشكر فخامه الرئيس بشكر الدوله على دعمها المشروع القرى الاقصى احتياجا خلال 3 سنين ان شاء الله هنشوف ان شاء الله فعلا القرى بتاعتنا ال 50 مليون مصري دول حياتهم اتغيرت. فانا بقول المشروعات الكبيره جدا القوميه ممكن الناس ما تحسش بيها النهارده بس بيها بكره انما المشروع القرى الاقصى احتياجا هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للساده الاعلاميين نرحب بيكم في بنك الطعام سياده النائب المصري الجدع احمد ابو هشيمه اهلا بيك في بنك الطعام منورينا النهارده وشكرا كلكم ان انتم خدتوا من وقتكم ان انتم تيجوا وتقفوا لمره ثانيه جنب قضايا بنك الطعام اللي احنا بنخدمها كل يوم. يعني خلينا في المصري الجدع ابو هشيمه دي مش اول مره يقف جنب بنك الطعام وانا متاكد واضح انها مش هتبقى اخر مره يقف جنب قضايا بنك الطعام. كل ما المصريين بيحتاجوا المصريين يقفوا جنبهم على طول بيلاقونا موجودين وكل حد بيعمل اللي يقدر عليه عشان يقف جنب اهل البلد دي. النهارده احنا بنرحب بالمصري الجدع احمد ابو هشيمه في بنك الطعام. احمد من خلال مؤسسه ابو هشيمه الخير قرر ان هو يساعد معانا مليون مصري 200,000 اسره هنساعدهم السنه دي ان شاء الله. هنبدا ب 100,000 اسره خلال رمضان اللي جاي علينا ان شاء الله بكل خير وعافيه وسلام علينا وعلى كل اهل بلدنا وان شاء الله 100,000 اسره تانيين من بعد رمضان وحتى نهايه العام. بنشكرك يا احمد على كرمك وبنشكر الساده الاعلاميين على كرمهم ان هم ينقلوا اللي احنا بنعمله لكل المصريين وبنشكر لازم كل مره اشكر اهل بنك الطعام اللي بيختاروا ان هم يجوا كل يوم هنا ويخدموا معانا اهل بلدهم واشكر كل بيت مصري بيسمح لنا وبكرم كبير جدا ان احنا نخدمه. اشكركم جميعا وان شاء الله دايما نشوفكم في كل المناسبات الجميله دي. خلاص هم خلصوا
I didn't.